كونسيستنسي من البني. تمام. راح ابدا اسوي لها الحواجب بهالشكل. مجرد سويت خط وارتفعت وكسرت شيء بسيط تمام، راح ابدا على طول شعرات على فوق، بعدين تبدا يدي تنحني، شايفين يعني شعرات مائله. يحبوا الحواجب زي كذا اللي هي تجيك مره سخيفه او سخيفه سخيفه مش سخيفه، لا سخيفه. احنا قاعدين نتكلم عن اخلاق الحواجب، احنا نتكلم عن حجمها. فذكرت هذا الشكل. طبعا بنات انا اكرهه جدا، يعني مو حلو. ليه؟ انه يخليك كأنك معصبة خلاص، فبلاش يعني تسوي. غير على انه كمان عارفين انتو حكمه، يعني ما بتكلم عشان ما يسوولي بلوك، اوكي؟ انه ما يصير انك تشيلي نص حواجبك تروحي ترسمين من بهرين. والله راح اسوي لها شعرات من ايش ما شقلة، ترجع ترسمي فوقه. يا بنات الشكل يبان، المنتجات تكلكع مهما كان، المنتجات بتلاقيها بتكلكع فوق المكان اللي انت شقرتيه وتقعدي ترسمي فوقه. ممكن تشقري زايد بس لا تشقري من حجمه. لا انا حتى اضحك اوقات على بعض الميك اب ارتست، مثلا اذا راحت له واحده مسويه تاتو، تشيل التاتو اللي هو بالكونسيلر وبالكوركتر، وبعدين ترسم لها حواجب نفس شكل حواجبها بالتاتو. طيب ايش استفدنا؟ يعني هي بس زياده منتجات تحطيها فوق الحاجب؟ لا خلاص يا اختي خليها، اذا بترسمي نفس الحجم ونفس الرسمه خلاص خليه، عدلي شوي بس مو تطمسي بالكامل بعدين ترسمي نفسه. راح اشتغل يا بنات من بلتات الاي شادو، عفوا البلاشر. تمام، اي بلت بلاشر يمشي معاكي. انا هذا من باستيل احبه. انت ما عندك باستيل عادي، اي بلاشر او شادو لونه زي كذا اللي هو وردي يشتغل عادي، كله ماشي معنا. اوكي، راح اخذ منه شويه كذا. تمام، اخذت انا شوي من اللون. تمام، وراح وين ابدا احطه؟ عادي على كامل الجفن، تحطيه على الثابت والمتحرك حطي. اوكي، لانه ايش اتفقنا هنا هو، او ايش عملوا هنا؟ لون انتقالي. تمام، ايش هو اللون الانتقالي؟ لون اخذه بشكل خفيف. هو عندك اخف لون في البلد خذي، ما عندك وانت حابه تبداي بلون انتقالي مختلف خذي، بس تاخذي منه تكه بسيطه. اوكي، عشان يصير اسمه انتقالي، ما يصير اسمه انت لا بلاش بلاش يا ربي، كل ما جيت اقول كلمه لازم اتذكر اني انا على اللايف، لازم فلازم شويه انه اسكت، خاصة انتوا كنتوا عارفين ايش بقول. يعني الحمد لله اني انتبهت في الاخير، مهم عشان عينك ما تبين ان انت ايش ماخذه فيها لكمه. طيب الان ايش بسوي؟ راح اغير الفرشه، راح اخذ فرشه زي هذه اللي هي بنسل برش. ليش؟ عشان ابغى اركز الان اللون. خلاص، وين ابغى اركز اللون؟ ابغى اركز اللون تقريبا عند الكاتكريس. خلاص، بس قبل انا حابه اسوي خط، وعلى من الخط هذا امشي عليه. ليش انا اسوي كذا؟ علشان اسهلها عليكم انتم يا بنات. اوكي، على طول فعادي ما راح يكون عندك اي مشاكل في شغلك اللي هو على طول. اوكي، راح اخذ الان نفس اللون خلاص اللي هو الاحمر، بس لاحظوا الفرشه اللي انا اخترتها، اخترت فرشه حقت الحواجب. ليش؟ عشان يا بنات ابغى انا الان اركز اللون. اوكي، انا ساعه بتفتح دائما شوفوني من 10:30 الى 11. تمام، في ايش؟ في رسمه اللي هي الكاتكريس. شوفوا من وين راح ابدا، ببداها من هنا خلاص وماشيه، حتمشي على وانت فاتحه عينك، هذا الخط لازم يكون باين. تمام، وانت فاتحه عينك خلاص. الآن متى ما وصلت عند نهاية العين راح أكسر. أوكي، أكسر وأرتفع، هذا تكة بسيطة. تمام، وراح أرجع مرة ثانية. يسعدكم يا رب. راح أرجع مرة ثانية وأغمق على الكاتكريس اللي أنا سويتها. أوكي، نفس الشيء إذا وصلت الانحناء أنحني وأرتفع شوية أفضل. تمام، عشان ما تنحاسي مرة واحدة وتقولي توهقت وطلع معي اللون مرة قوي. فشوي شوي زيدي على راحتك.
بنات شوفوا، راح اخذ الان فرشه زي هذه، شايفينها؟ هي لا هي بنسل برش ولا هي طبعا مليانه لون اخضر، هذا من اليوم الوطني، احس نفسي صرت خضراء. ما علينا، بنظفها على السريع وايش ابدا اخذ اللون الثاني اللي انا ابغاه. اوكي خلاص شفتوا اللي هو هذا، وراح ابدا ايش اسوي، ادرج فوق الكاتكريس اللي انا سويتها. تقدروا تخلوها زي كذا يا بنات، هي زي كذا تعتبر خلاص ممتاز. اللي حابه تدرج فراح تاخذ لون وتبدا تمشي فوق الكاتكريس حقتها اللي هي سوتها. اوكي يعني لو انت حابه تدريج راح تاخذي كذا لون مره بسيط وتبداي ماشيه فوق الخط اللي انت سويتيه، شايفين؟ هي انك تاخذي فرشاه حجمها يكون حلو وتبدا تدرج اللون الاخف بالطبطبة فوق اللون الأول. أوكي طبطبي بهالشكل، أنتي حابة تكملي كملي، بس أنا بالنسبة لي كذا أشوفه مرة حلو، خلاص مرة مناسب. اللون نفسه اللي هو هذا الغامق تمام، وراح أسوي وين؟ تقفيله للحركه هذه اللي انا سويتها. اوكي راح من عند كاني مسويه ايلاينر بنات بالضبط، راح امشي من هنا واقابل نهايه الخط اللي انا سويته اللي هو خط الكاتكريس، قلتهم مع بعض. اوكي الان نفس الشيء، ابغى ادرج هنا درجه، ما تبغى تدرجي وتخليها زي كذا خلاص خليها تمام، انا عادي بخليها زي كذا ماني حابه ادرج اليوم. خلاص الان يا بنات في المكان هنا شوفوا، تبغي تخليه على لونه هذا انت حره، تبغي تحطي فيه اضاءه كمان انت حره، خلاص تبغي تحطي فيه جليتر حطي، تبغي تحطي فيه اي حاجه انت تحبيها حطيها. كمان المكياج اللي انا اسوي اغلب رسمات العيون اللي انا اسويها اسويها اصلا للعيون المبطنه وتمشي مع كل انواع العيون. اوكي شوفوا احلى حاجه تسويها انه انت قبل ما تحطي جليتر تحطي شوي اضاءه، ليش؟ علشان اذا صار وراح الجليتر الاضاءه يكون مكانها موجود، فهمتوا علي؟ على اساس ايش؟ انه ما يعني في بعض البنات تحط على طول الجليتر، بعد ما توصل للحفله تلاقي الجليتر كله راح عن عينها، رجعت مره ثانيه للشادو، فهمتوا؟ فيفضل دائما انك تحطي لمسه من الاضاءه ثم فوقها تحطي الجليتر. اوكي بنات الجليتر هذا بيجمنت، ايش هو البيجمنت اللي تحسي فيه صبغه اصلا من نفسه؟ اوكي حبيباته تيجي مره ناعمه خلاص، وهو مو محتاج مثبت تحته خلاص، فانا عادي اخذته ويدي مره خفيفه، بس اول شيء اوزع الكميه تمام، بعدين ابدا اضغط. اوكي طبعا عشان اخذت فرشه زي هذه يبان معك اللون قوي حلو، اذا ما اخذت اذا ما تبغي اللون يكون قوي راح تحطي بالجهه الثانيه اللي هي هذه امازون او مثلا شي ان اذا يوصل عندكم. بنات فيدوا بعض بالنسبة للمواقع في حسب البلاد، يعني مثلا اكتبي انا في ليبيا مثلا اطلب من كذا، لان دايما البنات يسألوني للامانة انا ما اعرف والله، يعني لو اعرف اكيد اجاوبكم، بس انا اتكلم عن نفسي بحكم اني في السعودية، السعودية عندنا اللي هي كل المواقع. اوكي وانا دايما اقول لكم منتجات شقلام من شيئين رهيبة، وحتى انزلها عندي في الحساب. خلاص بنات شوفوا لما اجي اسوي اللي هو لا هلا بكبر شوي الشاشه بس عشان تشوفوا، خلاص حلوه وتلاقي نفس الماركات اللي هنا بس بسعر ارخص تمام. اجي يا بنات فوق خط الرموش بالضبط العلوي، فوق خط رموشك ما تدخلي المدمع جوا خط رموشك. اوكي وراح اسوي خط على كامل جفن عينها او على كامل خط الرموش. اوكي عندكم وعندكم امازون وعندكم علي اكسبرس كلها توصل خلاص، واجي يا بنات عند حافه رموشها الثانيه اللي هي تحت خط رموشها اللي برا تمام السفلي، وارسم مدمع بهالشكل خط تمام، راح ناكد عليهم خلاص. هذا هو المدمع. اوكي إذا المدمع عبارة عن خطين مرة رقيقات يكونوا بالضبط فوق خط الرموش العلوي عاد والسفلي خلاص. راح أرسم لها كمان أيلاينر بما أن العرايس أغلبهم لازم أيلاينر، لا عادي يصير بدون مدمع ويصير بدون أيلاينر عادي، بالعكس
بالعكس في كثير عندهم عقدة من الايلينر، فما تحطي لها انت ايلينر ابدا ولا تجبريها، بالعكس هو شكله رهيب اصلا تمام. بس انا برسمه عشان الدرس اللي فات اللي هو هذا، شوفوا انا هذا يا بنات ما سويت في ايلينر. انا قلت لكم انا عن نفسي ما احب مع السموكي ايلينر لانه خلاص الثقيل السموكي خلاص. هذا بسوي في ايلينر بس كدرس اوكي، بس انت ما انت حابه تسوي اي، واصلا اغلب العرايس الان في يعني مجموعه ما شاء الله بتقول لك ما ابغى ايلينر، فعادي لا تسوي لها لاينر اوكي. بس حلو انك تحطي خط مره بسيط فوق خط رموشها اوكي، بس يعطي يعني عمق لرموشها. الان بنات شوفوا على نفس الرسمه هذه اللي انا سويتها راح اسوي كذا خط مره بسيط، وانا حتى ما راح اكثر يعني ايلينر اسوي مره واضح خلاص. طبعا والايلينر ترجعوا له برضو دروسي منزلت لكم ايلينر الكرت ايلينر التيب مليون درس ايلينر عندي. هي هذا الغامق تمام يا روح يسلم والعفو يكلم. هذا مكياج اعراس يا حبيبتي، وعندك حسابي مليان روحي وشوفي كل درس انا جايبته بالتطبيق، يعني طبقي معي خطوه بخطوه، شغلي الفيديو وطبقي اوكي. بنات اخذت الفرشه نفسها حقت الحواجب اخذت فيها اللون وراح امشي تحت اللي هو خط الرموش تمام، رايحه جايه رايحه جايه. يا بنات باخذ اللي هو اللون نفسه الاحمر خلاص، وبسوي برضو تحت اللون البني الغامق اللي انا سويته في البداية اوكي. الحركة هذه مرة حلوة مرة مهمة لو انتي من النوع اللي تحبي تحطي كحول جوا عينك عشان يقعد معاكي ثابت ما يروح.